السؤال الأول تفضلوا السيد نائب. سيد الرئيس، حضرات السيدات والسادة، اعتمد المغرب كما هو معلوم استراتيجية وطنية للتنمية المستدامة وفق مقاربة تشاركية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. على مستوى آخر تمضي بلادنا قدما في سياستها الطاقية ببلورة الاستراتيجيات التي وضعت لهذا القرض وضمنها الطاقات المتجددة بتنوع أصنافها وتعدد استعمالاتها في الصناعات والفلاحة وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والاستعمالات المنزلية وغيرها. انطلاقا مما تقدم نطرح عليكم السيد الوزير باسم فرق الأغلبية تساؤلات تالية: كيف تقيمون تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة؟ ما هي نسبة وآفاق تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالطاقات المتجددة والتحفيز على استعمالها والاستثمار فيها ودعم البحث العلمي والتصنيع الوطني لأجهزتها؟ ما هي الإجراءات المتخذة لتنزيل مخططات الكفيلة بتقليص الكلفة الطاقية على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن المغربي؟ شكرا سيد الرئيس. شكرا السيد نائب محترم. السؤال الثاني تفضلوا السيد نائب محترم. السؤال الثاني. شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، السيد الوزير المحترم. مما لا شك في أن بلادنا قد خطت خطوات يعني مهمة في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ عدة الإصلاحات على المستويات الدستورية والقانونية والاقتصادية والبيئية إلى آخره السيد الوزير من الإجراءات اللي دارت. وهذه جاءت دائما على ضوء التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار. وكنذكروا اليوم أننا عندنا ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة، وان بدا التفعيل ديالو باصدار قانون الاطار. هذا قانون الاطار الان اللي بغى يعطي واحد الاستراتيجيه وطنيه في هذا المجال، لكن السيد الوزير انه بعد مضي اكثر من عقد كامل على اعتماد هذه السياسات تبقى النتائج على ارض الواقع بعيده عن الطموحات وغير مرضيه تماما. اختلالات كبيره وعجز بين تعرفه بعض البرامج والمخططات القطاعيه في هذا المجال، السياسه الطاقيه، السياسه المائيه، السياسه معالجه النفايات، وبرامج ديال تعميم الصرف الصحي، تطهير السائل وغيرها من الامور التي تطلب منا اليوم ان نسائلكم سيد الوزير ما هو تقييمكم للوضع البيئي ببلادنا ومدى المحافظه على النظام البيئي ومحاربه اشكال التلوث، وما هي النتائج المعتمده الافقيه للسياسه البيئيه والتنميه المستدامه؟ وشكرا. شكرا سيد نائب محترم. الكلمه لكم السيد الوزير قصد الجواب، تفضلوا. شكرا السيدة الرئيسة، السيدات والسادة النواب المحترمين على طرح هذين السؤالين، وإن كان كل سؤال بالحق يحتاج إلى جلسات وأي جلسة، ولا سيد موضوع التنمية المستدامة يحتاج إلى وقت، موضوع الطاقات المتجددة يحتاج إلى وقت، ولذلك كنعتذر ما غنحترمش الترتيب، ما غنمشيش في الترتيب ديال طرح الأسئلة، غادي نبدا بالتنمية المستدامة ثم أنهي إن شاء الله المداخلة ديالي فيما يتعلق بالطاقات المتجددة. كنذكر انا كنعتقد السيد النائب المحترم قبل ان اعرض الجواب ان الامثله البرامج التي ذكرتم هي عنوان نجاح وليس العكس. انا نعطي يمكن المؤشرات الوقت اذا كان يسمح بذلك. فعلا بلادنا الحمد لله من الدول الرائده التي سلكت طريق التنميه المستدامه بالميثاق بالتزامات بواحد العدد ديال الامور. اولا اعتماد الاستراتيجيه الوطنيه للتنميه المستدامه واللي كانت سابقه على اعتماد الاهداف التنميه المستدامه، ولذلك حنا كنقوموا بعمليه تحيين بين الاستراتيجيه وبين الاهداف. عدد من البرامج المتنوعه والمتعدده التي اطلقتها بلادنا منذ زمن قبل الحكومه السابقه وقبل الحكومه السابقه، هذا عنوان على التزام ديال البلاد ديالنا وتؤكد عليها هذه الحكومه، واذا مسار الحمد لله مسار تصاعدي. اتحدث عن البرنامج الوطني للنفايات المنزليه، البرنامج الوطني لتثمين النفايات، البرنامج الوطني لتطهير السائل، الوقت اذا كان يسمح او في التعقيب نعطي ارقام ديال الانجازات، اعاده استعمال المياه المعالجه، البرنامج الوطني لمحاربه التلوث الصناعي، البرنامج الوطني للهواء، مكافحه التغيرات المناخيه والمحافظه على التنوع البيولوجي، واخرها ثلاثه ديال البرامج او اربعه ديال البرامج مهمه واساسيه. المخطط الكبير ديال الماء ديال 12 مليار ديال الدولار، 115 مليار ديال الدرهم سبع سنوات، وفي من الان 40 يعني 400 مليار ديال الدرهم في الماء. وتحدث السيد الوزير قبلي وتحدث عن الانجازات في هذا المجال. ثم المخطط الغابوي غابه المغرب الذي اطلق قبل
قبل شهور، ثم المخطط الجديد ديال الفلاحة، ثم المخطط ديال الصناعات النظيفة، إذا بالإضافة إلى الطاقات المتجددة. كلها مخططات وبرامج على أرض الواقع. كي يجيوا الوزراء عندكم هنا كتدخلوا معهم في التفاصيل، يعرضون عليكم الإنجازات في هذه المخططات. طبعا الكمال لله، ولكن راها هذه رسمة مخططات واستراتيجيات، ماشي مشروع. مخطط اللي كياخذ سنوات وكياخذ إمكانيات وفي عدد من الالتزامات. ولكن اللي يمكن لي أن أكد هو أن البلاد ديالنا الحمد لله بفضل هذه المخططات جميع التقارير، أن أدعو السيدات والسادة النواب المحترمين انهم يشوفوا التقارير اللي كتصدر المنظمات الدوليه على البلاد ديالنا في الاس اللي مرتبطه بهذا الشيء اللي تكلمتوا عليه الحمد لله، بل حتى في مجالات اخرى، واللي الحمد لله كيعترفوا بالمسار ديال البلاد ديالنا بقياده الملك في كل ما يتعلق بالتنميه المستدامه والطاقات المتجدده وبالاقتصاد الاخضر. والحمد لله كما قلت لكم العقد المقبل سيكون عقد تحول كبير جدا في هذا الاتجاه. ثم بالاضافه الى ذلك تعزيز الترسانه القانونيه المتعلقه بالبيئه، ترسانه قانونيه يمكن نذكر ان شاء الله بعد ذلك، ثم المراقبه البيئيه بالاضافه الى اعمال اخرى تتعلق بالرصد وعلى مستوى الوطني وعلى مستوى كل جهات المملكة. فإذا الأمر الأول فيما يتعلق بالحكامة ديال هذه الاستراتيجية، فلها حكامة اليوم لجنة وطنية كرأسها السيد رئيس الحكومة، فيها كافة المعنيين بالأمر، ثم كاين لجنة ديال التتبع، وكل سنة كتنعقد باش كنشوفوا نسبة التقدم. ترجمت هذه بعد هذه اللجنة ديال الحكامة، تم إعداد 28 مخطط قطاعي. جميع القطاعات الوزارية ملتزمة الآن بالتنمية المستدامة، 28 مخطط، وما غنعطي المؤشرات ديال الانجاز، 28 مخطط يعني قطاعي فيما يتعلق بتنزيل هذه الاستراتيجيه. ثم ايضا المخطط الذي اعلن عنه كم من مره هي مثاليه الاداره، لابد للاداره ان تعطي النموذج فيما يتعلق بالتنميه المستدامه، ولذلك واحد العدد ديال القرارات فيما يتعلق بتخفيض النفقات، عدد من القرارات تتعلق بالشفافيه وخاصه المعلومات، عدد من القرارات تتعلق بالتشغيل والتوظيف، عدد من القرارات تتعلق بتبسيط المساطر، لان التنميه المستدامه راه ما فيهاش غير البيئه، راه غالبا الناس كيديروا واحد الجمع ما بين البيئه والتنميه المستدامه، البيئه ما هي الا جزء من التنميه المستدامه، فالتنميه المستدامه كتكلموا على الطاقه، على البيئه، على الاقتصاد الاخضر، على حمايه يعني حمايه الاوساط الطبيعيه، على معالجه الفقر والهشاشه، على المجالات اللي هي هشه كيفيه تنميتها، فهي عدد من المجالات، وكل هذه المجالات انتم تعلمون، راه انتم قد دوزتوا هنا يعني القانون ديال الماليه، وجميع الوزارات جابوا لكم البرامج المرتبطه بهذا الذي اشرت اليه، وجاءوا اليكم بمشاريع قوانين مرتبطه بكل هذه القطاعات وهذه المجالات التي نتحدث عنها. فكما قلت مخطط المثاليه ديال الاداره، نسبه التقدم فيما يتعلق بالقطاعات يعني المخططات القطاعيه وصلنا ل 68%. حنا الاستراتيجيه الوطنيه كانت في 2017، اليوم وصلنا الحمد لله 68%، راه كتكلم على 2030، وصلنا فيما يتعلق بالقطاعات الوزاريه 68%، ثم فيما يتعلق بمثاليه الاداره وصلنا ل 38%. طبعا نحن ملزمون بتقديم واحد التقرير كيتسمى ما يسمى بالتقرير الطوعي، لان الدول كلها كتقدم، والبلاد ديالنا الحمد لله كان من الدول السباقه اللي كتقدم هذا التقرير الطوعي اللي كيكون في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني باهداف التنميه المستدامه، وقد قدم في يوليوز 2020. ثم الان نحن بصدد دوزنا هذه المرحله 2017-2021، جينا خضينا الاهداف ديال التنميه المستدامه اللي هي اهداف دوليه ديال المنتظم الدولي، كنديروا عمليه ديال التقييم، ثم كنديروا عمليه ديال التقريم بين الاستراتيجيه اللي التزمت بها البلاد ديالنا وكتنزلها، وبين هذه الاهداف الدوليه المنصوص عليها. فيما يتعلق بالقوانين اعطي مؤشرات، عندنا 70 نص قانوني، 70 نص قانوني مرتبط بالتنميه المستدامه وبالبيئه، الى خذيت عهدوا فيها 28 قانون و72 مرسوم وقرار. يعني بمعنى كان واحد العمل تشريعي كبير جدا ساهم فيه الجميع، وساهمت فيه يعني مجلسكم الموقر طبعا، وهناك مشاريع الان نشتغل عليها، ودفعنا هذا نظرا لكثره هذه المشاريع وخاصه في المجال البيئي. نشتغل الان على مشروع مدونه البيئه، نحن في اخر المراحل ديالها، لان عندنا عدد من المشاريع، لان البيئه تهم قطاعات متعدده واحيانا متداخله، ما فيهاش فقط عين النفايات، ما فيهاش التطهير السائل، بل هي مجالات متعدده واحيانا متداخله. فالان اشتغلنا على مدونه ديال البيئه، غتكون مرجعيه مدونه تجمع كل النصوص، سواء كانت قوانين او كانت مراسيم او كانت قرارات او كانت يعني اجراءات اداريه، والان في اخر المراحل ديالها، وفرنا لها الامكانيه الماليه، هناك فريق يشتغل على اعداد هذه المدونه، نتمنى ان شاء الله قبل نهايه الولايه ان شاء الله ان تاتي اليكم، ولكن على الاقل ان تكون كمشروع. انا كنعتقد ان شاء الله في بضعه اسابيع سيكون عند الامن العام للحكومه. طبعا نشتغل على واحد العدد ديال المرات. فيما يتعلق بالتاهيل البيئي، الوقت لا يسمح، ولكن يمكن لي عنوان
البرنامج الوطني للتطهير السائل غاية 2020 33 مليار ديال الدرهم، البرنامج الوطني ديال النفايات المنزلية لغاية 2020 21 مليار ديال الدرهم، 21 مليار ديال الدرهم زائد البرنامج الوطني الجديد الذي أطلق للعالم القروي اللي غادي يحتاج إمكانية هائلة وضخمة واللي الآن مبرمج فيه واحد 100 يعني مركز قروي. برنامج تتمين النفايات لأنه النفايات التي كانت مصدر إزعاج أصبحت مصدر ثروة اليوم، ومشينا في برامج ديال تتمين هذه النفايات. 13 مركز النفايات اللي كدار فيه هذه العملية يعني ديال 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 الفرز ديال النفايات، ثم يعني نمر إلى تتمين ديالها. ومع وزارة الصناعة بالمناسبة مشات اختارت البلاد ديالنا واحد الاختيار، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي، لأنه فعلا بغينا نعطيه الاقتصاد الأخضر أهمية فربطناها بالصناعة. ولذلك الآن هناك تنسيق مع وزارة الصناعة بل كل ما يتعلق بالنفايات سيدخل ضمن الاقتصاد الأخضر، واشتغلنا الآن على واحد العدد ديال القطاعات مرتبطة بالبلاستيك بالزيوت بالعجلات بالبطاريات بالنفايات الإلكترونية إلى غير ذلك. والآن هذا الشيء الآن دار فيه واحد المنظومة، خلينا نقول تم تحديد 156 مشروع وزارة الصناعة وزارة البيئة وزارة المالية باستثمار 2 مليار ديال الدرهم. طبعا حددت بأنه يمكن لها إن شاء الله تخلق 50,000 منصب ديال الشغل. يمكن لي نقول لكم السيدات والسادة النواب المحترمين أن معالجة النفايات تدوير ديال النفايات هذا واحد اقتصاد كبير جدا، كاين الآن بدأ يتجاوز حتى اقتصاديات وصناعات أخرى، ولذلك البلاد ديالنا الآن ماشية في هذا الاتجاه. برنامج التلوث الصناعي 125 مشروع ديال التلوث الصناعي، واليوم ما كاينش شي منطقة صناعية ما يكونش فيها كل ما يتعلق بمحاربة التلوث خاصة الجديدة، آخرها ديال صفرو التي تم التوقيع على معالجة كل ما يتعلق بالنفايات المرتبطة بهذه المنطقة الصناعية، دون أن نتحدث طبعا عن كل ما يتعلق بالطاقة. برنامج رصد جودة الهواء، برنامج حماية وتثمين الأوساط الطبيعية في كافة الأقاليم بالمملكة، بعضها أنجز وبعضها قيد الإنجاز، ثم برنامج ديال المراقبة وديال الرصد كما قلت مرة أخرى. يعني الوقت لا يسمح لي، لا بد أن نتحدث عن الطاقات المتجددة التي هي نفسها تحتاج إلى وقت طويل، ثم التدبير المخطط ديال التدبير ديال الساحل، ثم المخطط ديال مكافحة التغير المناخي نظر الالتزامات ديال البلاد ديالنا في هذا الاتجاه. ويمكن أن أقول كل هذه البرنامج تهدف إلى التنمية المستدامة، إلى محاربة كل ما هو تلوث وحماية البيئة، إلى الالتزام بكل ما هو مرتبط بالتغير للمناخ. فيما يتعلق بالطاقات المتجددة أعطي عناوين وأعتذر إذا لم أذكر التفاصيل. لحد الساعة 101 مشروع، يعني 51 يعني 48 مشروع تم إنجازه في الطاقات المتجددة، 52 مليار ديال الدرهم، 28% قاموا بها الخواص يعني لصالح الخواص فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء لصالح الخواص، 72% لصالح المكتب الوطني للكهرباء عن طريق مازن أو عن طريق المكتب الوطني. قيد الإنجاز 53 مشروع تقريبا 52 مليار ديال الدرهم. مرة أخرى القطاع الخاص، لأن كنسمحوا للقطاع الخاص، كان واحد الهامش للقطاع الخاص 25% 75% للقطاع العام. فيما يتعلق واللي خلانا الحمد لله كنخفضوا يعني التبعيه الطاقيه بواحد عدد ديال النقاط من 98% الان كنتكلموا على حوالي 90%. طبعا غتقولوا لي علاش هذه النسبه؟ لان كنستوردوا البترول، ما نساوش الفاتوره ديال البترول، فاتوره عاليه جدا البترول والغاز. نحن نتحدث فقط الان عن الطاقات المتجدده وعلاقتها بانتاج الكهرباء. واصبح عندنا هامش احتياط لولينا مرتاحين بعد ما كنا في 2008 و2009 بعض السنوات كتقطع علينا الكهرباء. اليوم ولينا كنتحكموا في القطاع ديال الكهرباء، ودي من الانجازات العظيمه والاثار ديالها. الاقتصاد الوطني لم يعد يعاني، كل المدن لم تعد تعاني الا اذا كانت اشكالات تقنيه باستثناء الدواوير التي لم يصل اليها الكهرباء والتي تم احصاؤها. والان نشتغل ان نمزج بين الربط عن طريق الخيوط وبين والطاقة الشمسية. فيما يتعلق بالبحث العلمي، عنوان يعني المشاريع ديال البحث العلمي، تم تمويل ما يقارب من 60 مشروع فيما يتعلق بالبحث العلمي، واللي وصلت يعني الاستثمارات في هذا المجال، اسمحوا لي كنت يعني في هذا المجال وصلنا الى 285 مليون ديال الدرهم، تقريبا 30 مليار ديال السنتيم. وتم انجاز قواعد للبحث العلمي، قواعد دي بلاتفورم ديال البحث العلمي. أنجزت القاعدة الأولى تتعلق بالطاقة الخضراء 210 مليون ديال الدرهم. قيد الإنجاز فيما يتعلق بالبنايات الخضراء وبالشبكات الذكية 252 مليون ديال الدرهم. والآن أعددنا
بلاتفورم اخرى فيها الهيدروجين وفيها غيرها اللي غتاخذ تقريبا 500 مليون ديال الدرهم بمعنى الطاقات المتجدده. في المعهد الوطني دون ذكر مصير وغيرها من المختبرات غادي ياخذ مليار ديال الدرهم فيما يتعلق بالبحث العلمي. لماذا هذا؟ لانه كما جاء في السؤال نريد ان نطور، الا نكتفي بانتاج الكهرباء من الطاقات المتجدده، ولكن ان نطور صناعه الطاقات المتجدده وان نطور خبرات المغرب في الطاقات المتجدده وان نصدرها. اخيرا يعني وأترك بعض الوقت لبعض الأجوبة والتعقيبات، اليوم نظرنا إلى المستقبل. شنو هذا المستقبل 2010 2021 2030؟ أولا إعداد مخطط جديد للكهرباء قائم تقريبا 100% على الطاقات المتجددة، يعني الطاقات المتجددة مبني على النجاعة وعلى التقليص من الكلفة. أعددنا الخارطة الطريق للهيدروجين، واليوم هو الطارقة الآن التي ستقوم بثورة في العالم في الاقتصاد العالمي، وبلادنا مؤهلة أن تحتضن استثمارات ضخمة في مجال الهيدروجين. أعددنا خارطة الطريق فيما يتعلق بالطاقة الحيوية لبيوماس تلق من غاباتنا من فلاحتنا بالنفاية المنزلية. ثم نحن بصدد إعداد خارطة كما طلب صاحب الجلالة حفظه الله كل ما يتعلق بالطاقات البحرية، وأعددنا الاستراتيجية ديال البحث العلمي 2021-2030. بمعنى أنه يعني نستفاد من هذه التجربة ديال العقد الذي سبق بإيجابياته وسلبياته، بما تحقق من نجاحات، بما كان من ملاحظات، ننظر إلى المستقبل مؤهل المغرب أن يحتضن مشاريع بعشرات وعشرات الملايير ديال الدراهم في مجال ديال الطاقات المتجددة، وهذا تحول اقتصادي كبير. هذا بالإضافة إلى أمرين أساسيين: تزويد المناطق الصناعية كلها بالطاقات المتجددة وتم التوقيع مع وزارة الصناعة على هذا الأمر، ثم أيضا تزويد جميع محطات تحلية المياه في إطار البرنامج ديال الماء بكل ما تحتاجه من الطاقات المتجددة. شكرا على انتباهكم ومعذرة على السرعة لأن الوقت لا يسمح. شكرا سيد الوزير، شكرا لكم. نمر الآن للمناقشة. الكلمة الآن لفريق العدالة والتنمية، تفضلوا السيد نائب محترم. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيدة الرئيسة المحترمة، السيد الوزير المحترم، سيدة والسادة النواب المحترمين. في موضوع التنمية المستدامة بداية، فضروري أن نحيي جهود الحكومة استمرارا في تقوية الصرح المؤسساتي والتشريعي والبرامجي الخاص بالحفاظ على البيئة وحسن تدبير الموارد الطبيعية، والجهود الموجهة لضمان استدامة هذا التدبير في إطار استراتيجية وطنية واضحة وجعله ركيزة وقاطرة للاقتصاد الوطني في إطار منظومة التنمية المستدامة بتوازن ثلاثية البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وتحسين مستوى حكامته وإغلاق منافذ الريع بتحويل نظام الاستغلال بالامتياز والاستفادة إلى نظام الاستغلال بالمنافسة والالتزام ودفاتر التحملات، وهذا من أبرز ما ينبغي الاعتزاز به. في المقابل وجب التأكيد على ما يلي: ضرورة تعزيز الجهود المقدرة الخاصة بتنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ومقاربة أهدافها المختلفة والتسريع بذلك. ثانيا، ضرورة تنزيل صارم للمقتضيات القانونية الخاصة بهذا المجال، منها أولا التطبيق الحازم لمقتضيات قانون التقييم البيئي والمراقبة البيئية. الموضوع له صبغة أفقية يهم مختلف القطاعات، وذلك بإخضاع كل البرامج والمخططات والمشاريع لمصادر التقييم وإلزام كل القطاعات بذلك، ولا ينبغي أن ينفلت لا مشروع ولا مخطط ولا برنامج ولا لأي قطاع ولا في أي منطقة أن ينفلت من اشتراطات البيئة ومستلزمات الاستدامة. حماية الموارد الطبيعية خصوصا من الموارد المائية بتقييد كل تدخلات سواء الحكومية وغير الحكومية وتدخلات المستثمرين بهذا الخصوص، فكل البرامج وكل المستثمرين بدون استثناء ينبغي أن يخضعوا لهذه الاشتراطات. حماية الأوساط الهشة ومن الواحات من تداعيات بعض الاستثمارات، حيث نسجل أوضاعا مقلفة في المدة الأخيرة، يضاف ذلك إلى إرهاصات التغير المناخي اللي هي إرهاصات أصبحت جدية.
ثم التسريع بتنفيذ مقتضيات قانون الساحل لحماية هذه المنظومات التي توجد تحت رحمة سوء التدبير والجشع وصراع لوبيات العقار هذه العقود الطويلة. وأركز خصوصا هنا على احترام حيز لابندون دانتيرديكسيون ديال المنع رغم وجود إكراهات، فأركز على هذا الأمر. ثم ضرورة الاستثمار في كل المزايا المالية والتقنية للاتفاقيات الدولية اللي صدقت عليها بلادنا في المجال ديال الأرض من التنوع البيولوجي وديال التصحر وديال المناخ اللي في واحد العدد ديال الامتيازات اللي استمرنا بعضها، ونرجو أن نستمر ما تبقى منها ومن المبادرات ديال سوق الكربون والمشاريع ديال الصندوق الأخضر ديال الأمم المتحدة وغيرها. ثم الاستثمار في خفض تكلفة التدهور البيئي، وهنا قمتم بمجهود كبير في التأهيل البيئي، أحيانا قد تصل هذه التكلفة سنويا إلى 40 مليار درهم سنويا، وبالتالي تكلفة هائلة إلى استمرنا في الخفض ديالها قد يكون ربح لنقاط كثيرة. ثم رفع وتيرة برامج التأهيل والتهيئ البيئي، ومن ذلك إرساء برامج لإعادة تهيئ المواقع الإيكو سياحية خصوصا في المناطق الجبلية اللي فيها الشلالات والعيون والمضايق، وتنذكر هنا واحد جوج ديال المواقع ديال داديس وديال تودغا التي تستحق أن تؤهل. بشأن الشق الخاص بالطاقات المتجددة، فنحيي الجهود المبذولة اللي بذلتها الحكومة والدولة المغربية باش تكون المغرب مكان مرموقة بهذا الخصوص، وتسجيل نمو مضطرد في نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في الطلب ديال الكهرباء، والتوجه بثبات نحو هدف 52% في أفق 2030. وفي المقابل ينبغي بذل المزيد من الجهود بخصوص استكمال الترسانة التشريعية لتأطير الإنتاج الذاتي للطاقة. نعلم بوجود إكراهات والمضي نحو خيار الإنتاج الشعبي للطاقة وتمكين عموم المواطنين والخواص من إنتاج الطاقة الكهربائية انطلاقا من مصادر متجددة وبيع الفائض وضخه في الشبكة الوطنية. هذا الخيار سيمكن أولا من إشراك عموم المواطنين فعلا في اختيارات بلادنا الطاقية، فلا يمكن إبقاء المواطن على هامش مثل هذه السياسات الكبرى والاستراتيجية. توسيع قاعدة إنتاج الطاقة ببلادنا، المساهمة في المحافظة على البيئة بتوسيع قاعدة الطاقة النظيفة، تقليص التبعية الطاقية والمساهمة في. شكرا لكم السيد نائب محترم، شكرا لكم، انتهى الوقت، شكرا لكم. شكرا السيد نائب محترم. الكلمة الآن لفريق الأصالة المعاصرة، تفضلوا السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة الرئيسة المحترمة، سيد الوزير المحترم، سيدات والسادة النواب المحترمين، سيد الوزير المحترم، نسجل مع كامل الأسف أن الحكومة لا زالت متأخرة في المجال البيئي، والمجهودات المبذولة لا ترقى إلى ما دعا إليه صاحب الجلالة ولا إلى تطلعات الشعب المغربي للعيش في بيئة سليمة، إذ لا تزال هناك إشكالات بيئية كبرى لم تجد طريقها إلى الحل بعد، وأخطرها مكبات أو مطارح النفايات التي تعد نقطة سوداء تنفث سمومها كل يوم في الهواء وتؤثر سلبا على المجال البيئي وصحة المواطنين. سيد الوزير، في حقيقة الأمر الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة هي استراتيجية جد طموحة، تتلخص أهدافها في تسريع الانتقال التدريجي للمغرب نحو الاقتصاد الأخضر الشامل، لكن ما الهدف من وضع برامج واستراتيجيات لا نلمس نتائجها ولا أثرها على أرض الواقع؟ السيد الوزير، يصل إنتاج النفايات في المغرب إلى 7 ملايين طن، حيث يشكل نحو 7.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة، علما أن نسبة إعادة تدوير النفايات في المغرب لا تتجاوز 10%، كما أن الكلفة الاقتصادية لتدهور البيئة الناتج عن ضعف آليات معالجة النفايات تعادل 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يفوق نصف مليار دولار. سيد الوزير، نسائلكم عن حجم الآثار البيئية لاستعمال الطاقات الأحفورية في المجال الاقتصادي ولاسيما الفلاحي منه. أما فيما يخص البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، لم تعد طريقة تدبير النفايات المنزلية تتماشى مع التوجهات الوطنية فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة، نظراً إلى تغير نمط العيش المحلي خلال السنوات الأخيرة، مما يطرح تحديات حقيقية بشأن إدارة الكميات المتزايدة من النفايات غير العضوية
في ظل اعتماد أنماط تدبير جماعية تقليدية تفتقر إلى الإبداع والتجديد، سواء تعلق الأمر بالتخلص من النفايات أو معالجتها أو تتمينها، الأمر الذي يعكس محدودية النموذج المتبع منذ سنين. وهنا السيد الوزير المحترم أريد أن أفتح معكم واحد الموضوع الذي هو محطة تصفية المياه العادمة بمركز نزالة العظم بإقليم الرحامنة، التي تم إنشاؤها في إطار الاتفاقية إطار للشراكة والتعاون الموقعة أمام أنظار جلالة الملك سنة 2009. سيد الوزير المحترم، هذه المحطة أصبحت اليوم كابوس يقض مجرى الساكنة كلما هطلت الأمطار، وقد بلغت تكلفته ما يناهز 33 مليون درهم. سيد الوزير المحترم، يعني 3 مليار و260 مليون سنتيم. صفقة سيد الوزير المحترم تفوح منها رائحة الفساد وهدر المال العام. تم تسليمها سيد الوزير المحترم بطريقة تدليسية، وأسطر على طريقة تدليسية، للجماعة للمجلس الجماعي لنزالة العظم في فبراير 2018. تدليسية نعم سيد الوزير المحترم، بالنظر إلى عدم إجراء جرد حقيقي للتجهيزات المكونة للمشروع، تجهيزات المختبر، تجهيزات استغلال، وتجهيزات صيانة أثناء عملية التسليم والتسلم. بعد مرور 3 سنوات سيد الوزير المحترم على تسليمها أو تسلمها، لم يتم لحد الآن استغلال هذه المحطة للأسباب التالية: أولاً، عدم قدرة الجماعة على تسييرها لأنها لا تتوفر لا على الموارد المالية ولا الموارد البشرية المؤهلة لذلك. ثانياً سيد الوزير المحترم، المكتب الوطني للماء والكهرباء يمتنع عن التكفل بتسييرها بحجة السيد الوزير المحترم أنه ليس هو صاحب المشروع، يعني ماشي هو الميتر دوفغاج. وهنا نسائلكم سيد الوزير المحترم، ما الذي دفع وزارتكم من خلال قطاع البيئة أن تتكلف ببناء هذه المحطة بصفتها صاحبة المشروع، عوض نقل هذا الاختصاص للمكتب الوطني للماء والكهرباء على غرار عدة محطات مشابهة في أماكن أخرى من المملكة؟ ثالثا، المحطة سيد الوزير المحترم لا تتوفر على منافذ لتصريف المياه المعالجة. شكرا لكم السيد نائب محترم، انتهى الوقت، شكرا لكم. الكلمة الآن لفريق التجمع الدستوري، تفضلوا السيد نائب. شكرا سيد الرئيس، السيد الوزير المحترم، السادة النواب المحترمين، نشكركم سيد الوزير على جوابكم الذي تضمن مجموعة من المعطيات الهامة. حقيقة بما لا شك فيه أن المغرب منخرط بجدية لتنفيذ البرامج الاستراتيجية المتعلقة بالطاقات المتجددة والتحفيز على استعمالها، وخصوصا فيما يخص التصنيع الوطني. أنا هنا السيد الوزير، وإذا سمحتي ستكون مناقشتي حول الشق المتعلق عن مصير العقد الموقع بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء، كان بين 2014 و 2017، والأهداف من العقد كان أنذاك هو الضمان الملائم بين سعر الإنتاج وسعر البيع، وكذلك لتأمين إمدادات المملكة بالطاقة الكهربائية والرحم من خدمات في العالم القروي، وكذلك من الأهداف الأساسية الحذر من خطر إفلاس المكتب الوطني الذي كانت الديون ستسبب نوعا من الهشاشة. بالنسبة للسوق المتعلق بالعقد من المستهلكين، كان جوابكم دائما على ارتفاع مبلغ الفاتورة بأن النسبة كبيرة لا تمس السطر الاجتماعي، أي حسب الاتفاقية 100 كيلو واط. ولكن الجواب على أن بعض الأسطر التي تكون مبالغها مرتفعة ويخرج أغلبية المستهلكين من الأسطر الاجتماعية ناتج على الاتفاقية المذكورة التي تم تغيير نمط الأسطر بالفوترة، بحيث يتم لمدة 4 سنوات مراجعة الأسعار وخصوصا إضافة الأسطر الجديدة ومضمونها تجاوز السطر الاجتماعي ولو بكيلووات واحد، بحيث يتم فترة جميع الاستهلاك بسعر السطر الرابع دفعة واحدة، وهذا هو بيت القصيد. عندي السيد الوزير فاكتورتين للمواطن، نفس المواطن بشهرين، أحصر سالك فيه 100 الكيلووات وأحصر سالك فيه 101، الفرق بيناتهم تقريبا 200 درهم، تقريبا 200 درهم. السيد الوزير، إذا كنا نتكلم على تقليص التكلفة الطاقية على الاقتصاد الوطني، يجب كذلك التفكير بتقليصها بالنسبة للمواطن، يجب مراجعة العقد الذي انتهت صلاحيته سنة 2017 مع إعادة النظر في طريقة احتساب الأسطر لتخفيف من عن ارتفاع القدرة الشرائية للمواطن المغربي، خصوصا في هذه الظروف التي تعيشها مملكتنا. وشكرا سيد الوزير، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم السيد نائب.
شكرا السيد نائب المحترم، شكرا لكم. الكلمة الآن فريق الاستقلال الوحدة والتعادلية. تفضلوا السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة الرئيسة، السيد الوزير، سيدات والسادة النواب المحترمين، عندما نتحدث عن مدى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المعتمدة منذ 2017 بتوجيهات ملكية سامية، فإننا لا نتحدث عن الترسانة القانونية التي تؤثرها أو اللجان المحدثة لهذا الغرض، ولكننا نتساءل مع المغاربة عن مدى تنزيل مضامين هذه الاستراتيجية ومواكبتها لمتطلبات المرحلة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية، ومدى آثارها المباشرة على حياة المواطنين وتطلعاتهم وانتظاراتهم، ومدى مطابقتها لمبادئ الحكمة الجيدة وتحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق الاجتماعية، ما دام الحق في التنمية المستدامة والعيش في بيئة سليمة حقا دستوريا. وفي هذا السياق سيد الوزير، فإن وضعية التطهير السائل يطرح أكثر من تساؤل بخصوص تدبير هذا القطاع الاستراتيجي الذي يعرف أزمة حقيقية، كما أبانت عنه فضيحة الفيضانات التي عرفتها بعض المدن المغربية مؤخرا، وتعثر برنامج تحسين مؤشرات الصرف الصحي السائل، سواء من حيث نسبة الربط على مستوى المراكز الرئيسية للجماعات الترابية، أو من حيث تقليص نسبة تلوث المياه العادمة، أو من حيث معدل إعادة استعمال المياه المعالجة، الأمر الذي يسائل الحكومة عن الصعوبات والإكراهات التي تواجه تنفيذ البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه المعالجة فيما تبقى من عمر هذه الحكومة. وفي نفس السياق سيد الوزير، فإن تدبير النفايات المنزلية لا زال مطبوعاً بالارتجالية في غياب تدابير مواكبة كفيلة بتنزيل البرنامج الوطني للنفايات المنزلية، خاصة فيما يتعلق بالرفع من نسبة جمع النفايات وتثمينها وتسريع وثيرة تعميم المطارح المراقبة التي تستجيب للمعايير المطلوبة لحماية البيئة في ظل تنامي المطارح العشوائية وفي غياب أي تدابير لتأهيلها. السيد الوزير، أغتنم هذه المناسبة وفي هذا الشهر الفضيل لأدعو الحكومة أن تتحمل كامل مسؤوليتها في حماية المواطن وقدرتهم الشرائية في هذه الفترة المتبقية من عمرها، من حيث أسعار المحروقات التي تعرف من حين لآخر زيادات متتالية في غياب أي تدخل لصالح المستهلك من طرف الحكومة في قطاع استراتيجية من المفروض أن يخضع لضوابط المنافسة الشريفة وقواعد المراقبة الصارمة، بعدما ظهرت مؤشرات دخول هذا القطاع السوق السوداء والممارسات غير المشروعة، ما دام تحرير القطاع لا يعني الفوضى العارمة وفتح الباب على مصراعيه أمام الإثراء غير المشروع. شكرا لكم على حساب السيد رئيس. شكرا لكم السيد نائب محترم، شكرا لكم. انتهى الوقت. الكلمة الآن للفريق الحركي. تفضلوا السيد نائب. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة تدفعنا للتساؤل عن نسبة تحقيق مختلف البرامج التي شملتها هذه الاستراتيجية، كالبرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج ببرنامج تدبير النفايات المنزلية وتثمينها. فهذه الاستراتيجية تعتبر طموحة في تقديرها، لكن تنفيذها على أرض الواقع يستدعي أولاً أن تكون استراتيجية تشاركية ولا سيما مع الجماعات الترابية والمجتمع المدني، وأن تتوفر ثانياً على عناصر الالتقائية والانسجام بين كل القطاعات ذات الصلة. في هذا السياق نثمن المسلسل التعاقدي مع الجهات من أجل تنزيل هذه الاستراتيجية على المستوى الترابي، ونعتبر بأن هذا المسلسل التعاقدي يجب أن يشمل أيضاً الجماعات الترابية لا سيما ما يتعلق بالتطهير السائل
وتدبير النفايات وتثمينها ووضع حد للمطارح العشوائية وغيرها. بالنسبة لموضوع الطاقة، يمكن القول بأن المغرب يعتبر من النماذج الناجحة وخاصة بالنسبة للطاقات المتجددة. الرهان الآن هو أن يتمكن المغرب من تلبية حاجيات الطاقة بأكثر من 50% وفوق سنة 2030. تحقيق هذا الرهان سيمكن بلدنا من تقليص التعبئة الطاقية التي تصل نسبتها حالياً إلى قرابة 91%، بالإضافة إلى إسهام الطاقات المتجددة في مختلف المخططات الوطنية كالمخطط الصناعي ومخطط تحلية المياه كجزء من المخطط المائي، بالإضافة إلى إنتاج الكهرباء كجزء من المخطط الكهربائي 2020-2030. مؤهلات المغرب بالنسبة للطاقة النظيفة تتطلب تنويع هذه الطاقات، وكذا جعل هذه الطاقات في متناول المواطنات والمواطنين، ولكن لن يأتي ذلك إلا بتشجيع استعمالها وإعفاء معداتها من الضرائب وتشجيع البحث العلمي وكذا صناعة الآليات والمعدات الخاصة بها كالبطاريات مثلا. نطالب باستراتيجية خاصة بتخزين الطاقة سواء الطاقات الأحفورية أو النظيفة أو الكهربائية. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد نائب محترم. الكلمة الآن فريق اشتراكي، تفضلوا سيد نائب. شكرا السيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب المحترمين. لا يسعنا في الفريق الاشتراكي إلا أن نجدد اعتزازنا بالمجهودات التي انخرطت فيها بلادنا خلال السنوات الأخيرة في مجال استراتيجية للطاقة البديلة تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصر الله، حيث أن الطموح هو أن ننتقل من بلد يستورد كل احتياجاته من النفط والغاز إلى منتج كبير للطاقة المتجددة، مما جعل السياسة المغربية في المجال محط إعجاب العديد من مراكز التفكير والمؤسسات الإعلامية والمنظمات الدوليين التي أجمعت على كونها أضحت مرجعاً دولياً ونموذجاً يحتذى به. وتتوخى بلادنا من خلال استراتيجية لتطوير الطاقة المتجددة ضمان استقلالية الطاقة نسبياً والإسهام في تقليص الانبعاثات الغازية وإنتاج طاقة متجددة تشكل مستقبل الاستهلاك البشري، تعدد استعمالها في الصناعة والفلاحة وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه وإلى غير ذلك. لكن السيد الوزير المحترم، هناك يعني واحد مجموعة المعوقات الأخرى يعني فيما يخص المطارح العمومية اللي هي أصبحت يعني تلوث يعني واحد الجو وعندها واحد الإشكالية اللي هي وخيمة على الصحة ديال الإنسان والحيوان والبيئة. ولهذا السيد الوزير سأعطيكم مثال على أنه كاين لجنة استطلاعية اللي غادي تقوم بالمطرح ديال المديونة، وكذلك هناك واحد مجموعة المطارح الأخرى اللي هي في الشمال على سبيل المثال في الطريق ديال ما بين تطوان ديال ودلاو، اللي هي في الحقيقة حتى هما خصكم تعطيوه واحد الاهتمام لأنه يعني مركز اصطيافي كبير وكيجلب أكثر من 200,000 نسمة ديال الناس. ولهذا السيد الوزير هذه إشكالية اللي خصها حتى هي يكون عندها واحد الاعتبار. وكذلك السيد الوزير اللي يمكن نشوفوه هي العودة ديال البلاستيك للأسواق المغربية، لانه حتى يخصكم تاخذوا فيها واحد اخر، لانه هذا يسيء، لانه بلادنا استضفت المؤتمر ديال كوب 22 بمراكش واللي في الحقيقه اجمعت كل المنظمات واجمع كل الدول على انه يعني عند المغرب يعني ياخذ واحد المسار اللي هو جدي وطبيعي فيما يخص العمل البيئي. ولهذا نحن نعتز بالسياسه الرشيده ديال بلادنا والسياسه ديال سيدنا فيما يخص هذه العمليه ديال البيئه. شكرا سيدنا. شكرا سيد نائب المحترم. الآن الكلمة للمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، تفضلوا سيد نائب المحترم. شكرا السيد الرئيس، السيد الوزير المحترم. نحن في المجموعه النيابيه نشيد بالتراكمات التي حققتها بلادنا في هذا الاتجاه في مجال البيئي ونثمنها عاليا،
ونتذكر جميعنا مشاركة جلالة الملك لما كان ولي العهد في قمة ريو دي جانيرو سنة 1992، ونتذكر أيضا بامتياز استضافة بلادنا للمؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي كوب 22 سنة 2016 بمراكش. هما حدثان بارزان في داخلنا الجماعية كمغاربة، لكنهم غائبان للأسف في عقلية وثقافة الحكومة، لأن المظاهر أمامنا والصور التي نراها في مجالنا الحضري والقروي مقلقة للغاية سيد الوزير. وهذا القلق يوحي بأن هناك شيء، غياب استراتيجية مندمجة، غياب التقائية قطاعية باش نبنيو بها تنمية مستدامة. والدليل على ذلك نسبة الاعتمادات المالية اللي كتعطى من ميزانية الدولة لقطاع البيئة، سياسة وآثار تدبير المفوض اللي كنشوفوا أنه كاين مساهمة ديالو أو غيره في تراكم الأزبال، مطالع عشوائية بائسة، تلوثات ديال البحيرات ومجاري الأنهار، وآخر حالة في الاتجاه وهي نهر أبي القراق اللي حدانا الآن، والذي أذاق للسكان مرارة العصارة التي أفرغت فيه. والدليل أيضا هو المحميات الطبيعية والمناطق الرطبة التي تعرف وضعية مقلقة، وبعدها مهدد اليوم بالمد الإسمنتي، أطماع مستمرين تحويلها إلى مشاريع عقارية مربحة. سيد الوزير، هذه الأمور كلها كتمس بالتوازن البيئي في المنطقة وفي كثير من المناطق. والمثال الآخر هو أن بعض المناطق مهددة بالانقراض، والنموذج هنا من بحريات الوالدية التي استعرض منظومتها الإيكولوجية لأبشع استغلال سيد الوزير، وهي محطة وطنية متميزة يجب عناية بها. سيد الوزير، مستقبل الأجيال القادمة، أبنائنا وبناتنا في أعناقكم وأعناق الحكومة الحالية والحكومات المقبلة. شكرا لكم. شكرا سيد نائب محترم، شكرا لكم. الآن الكلمة السيد الوزير، عفوا، تعقيبات إضافية. السيد الوزير لحظة من أجل التعقيبات الإضافية، تفضلوا السيدة النائبة. السيدة الرئيسة. السيد الوزير، نريد أن نثير انتباهكم مرة أخرى للمخاطر التي تهدد بعض المناطق الرطبة ببلادنا، وأخص بالذكر هنايا للاغوند الوالدية اللي كتعرف تهديدات حقيقية جراء الأشغال ديال القنوات ديال الصرف الصحي، وأيضا الضايا ديال دار بوعزة. هذه الضايا الوحيدة، هذا المتنفس الوحيد اللي بقى للبيضاويين والبيضاويات، واللي كيعرف اليوم تهديدات ممنهجه، بحيث بانهم اللي جعلت من السلطات ديال الحمايه في العشرينيات ديال القرن الماضي محميه طبيعيه، اليوم كيتعرض لتهديدات ممنهجه من طرف الاطماع ديال المضاربين للاسف في الاسمنت. هادو ما كيترددوش باش يديروا جميع الوسائل باش ينشفوا هاد الضايع، بانهم بداو كيوضعوا فيها الاتربه، الرمود، بداو كيسدوا العيون والمجريات ديال العيون اللي كتصب فيها، العيون ديال المسروبيه. وبالتالي حنا كاين لولا اليقظه ديال المجتمع المدني اللي كنحييوه بالمناسبه، واللي كيعمل تعبئه في عين المكان، كنطلبوا اليوم من الحكومه، من الدوله المغربيه في شخصي وزارتكم، من الوكاله ديال 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 الوكاله الحوض المائي، باش تدخل، باش تحمي، باش تحصن هاد المحميه اللي بقات هي المتنفس كما كنقول الاخير والضايا الاخيره للبيضاويين والبيضاويات. شكرا السيده الرئيسه. شكرا السيده الرئيسه. كلمه الان السيده النائبه المحترمه. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزير، تعقيبي هذا في بحال بجوج معارضة. تفضلي تفضلي تفضلوا السيدة الرئيسة النائبة. شكرا سيدة الرئيسة. سيد الوزير، تعقيبي هذا فيه إيصال لوحة التنبيه ديال التجمع البيئي لشمال المغرب اللي متعلق بتهديدات خطيره كيشهدها الموقع الايكولوجي المصب ملويه المصنف ضمن قائمه رامسار. كنتكلم على واحد تدشين جا السيد وزير الفلاحه في مارس من هذه السنه، دشن محطات ضخ المياه في نهر ملويه في كل من اقاليم بركان وتوريرت والناظور لسقي بعض الاراضي الفلاحيه بطبيعه الحال، ولكن كان هناك في تجاهل القانون 1203 المتعلق بدراسه التاثير على البيئه، والقانون 2207 المتعلق بالمناطق المحميه، فضلا على ان هذا الاجراء ما خضعش لاي تقييم للبحث العلمي.
كذلك فيه تجاوز المعاهدات الدوليه اللي صادق عليها المغرب متعلقه بمعاهده رامسار وبرشلونه ومعاهده ديال التنوع البيولوجي اللي صادق عليها المغرب، وعدم احترام الدستور فيما يتعلق بالفصول المتعلقه بالمجال البيئي وكذلك المتعلقه بالديمقراطيه التشاركيه والقانون 36/15 كذلك المتعلق بالماء. كنستغرب كذلك التصريح ديال السيد وزير الفلاحه في هذا النطاق، انه كيقول ان المياه ديال البحر كتضعف، ديال النهر كتضعف البحر، ومتجاهل ان هذه المياه هي مصدر غذائي للتوالد ديال الاسماك والتكاثر ديالها. كذلك وصلوا ان الضرر المقبل على هذه المناطق، وكنعرفوا ان المناطق الرطبه كتاقلم بشكل كبير مع التغيرات المناخيه، وان الامن الغذائي اللي كنتكلموا عليه في اطار البرامج الحكوميه ما كيتعلقش فقط بالزراعات المستهلكه للمياه كالحوامض. كنستغربوا كذلك ان ندخلوا يعني برامج في اطار ضيق سياسوي، وكنضربوه بها العمق البيئي والبعد البيئي لمناطق اللي اصلا كتعرف يعني ظاهره ديال التصحر وكتعرف اشكالات حقيقيه على مستوى المياه وعلى مستوى يعني التدمير ديال البيئه. وشكرا. شكرا السيده النائبه المحترمه. تفضلوا السيده النائبه. سهل الوقت. تفضلوا الوقت ديالكم باقي دقيقه ونصف. نعم سيد وزير، ولعل المفهوم الاسمى للتنميه المستدامه وهو تلبيه احتياجات الحاضر دون المساس بقدره الاجيال القادمه على تحقيق احتياجاتها. هذا ما اضطرني اليوم ان اذكركم السيد الوزير المحترم حول المسار النضالي والترافعي داخل هذه القبه، حول اللوبي الشره الذي يقتات على غابات الارز ومقالع الرمال باقليم الحسيمه. أذكركم سيد الوزير وأسائلكم، أين هي الاستدامة من تقريركم الأسود الذي أعدته وزارتكم منذ 2017 حول مقلع الرمال الذي كان طفل الذي مشى ضحية ديالو الحفر اللي جابها طفل صغير؟ هذا التقرير الأسود الذي لم يفعل، أين هي الاستدامة من اللوبي الشريه ومافيا الغابات الأرز اللي قضات على الغابة بإقليم حسيمة؟ أين هي الاستدامة من كل هذا؟ سيد الوزير، حكومتكم ملزمة أن تفعل هذه التقارير، وإلا ما جدوى إعدادها إن لم تفعل؟ وشكرا. شكرا السيدة النائبة المحترمة. الكلمة لكم السيد نائب محترم. سيد الوزير، احنا جوج النقاط بغينا نثيروهم معك إذا سمحتوا. النقطة الأولى تتعلق بالنجاعة الطاقية. الأهداف الألفية اللي كنا حددنا وحددها المغرب، إلى أي حد اليوم حنا في المسار الجيد؟ يعني أين نحن من 30%؟ يعني بعض التقارير كتتكلم على 5 6 7%. شنو هي هذه الأسباب ديال هذا التعثر؟ خاصة أنه ممكن مع القطاعات الحكومية ومع الجماعات الترابية يمكننا نتقدموا في هذا في هذا في هذا في هذا المجال. النقطة الثانية تتعلق بارتفاع ثمن المحروقات. ثمن المحروقات حنا دائما هذا الموضوع راه ما غنساوهش وما غاديش بسرعه غادي نتناساوه. اليوم ارتفاع في هذا واحد عاوتاني تزاد واحد شويه وفي 16 احتمال دابا في هذا رمضان كيتزاد ثمن المحروقات. حنا بعيدا على التسقيف وبعيدا على ذاك 17 مليار اللي يمكن راه ما غنساوهاش وغنبقاو نجبدوها لان هذوك فلوس ديال المغاربه، ولكن بغينا في الجانب الفلاحي أين وصلت الحكومة فيما يتعلق بالترشيد ديال هاد الطاقات واستبدال هذوك البوطات وهذوك الكاميونات اللي كيكونوا في فيرمة واحدة بهاد الطاقات المتجددة وبهاد الألواح الشمسية؟ شكرا. شكرا السيد نائب المحترم. كلمة السيدة النائبة المحترمة. الرئيسة، السيد الوزير، كنأكدوا بأن الثمن ديال الكيلووات من الطاقات المتجددة هو اقل بكثير من يعني منه باستعمال الغاز البيتان، ولكن كيبقى الاستثمار في هذه الطاقات المتجدده فهو جد مكلف، خصوصا فاش كيتعلق الامر يعني في المجال الفلاحي بان الثقوب يعني عميقه، وايضا بالنسبه لاستعمال الاليات اللي كتستهلك اللي كتكون القدره الكهربائيه ديالها قويه. وبالتالي السيد الوزير بعمليه حسابيه الى 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 استعملنا هذاك الدعم الموجه اللي كنعطيوه للصندوق ديال الدعم للغاز البيوتان الموجه للطبقه الهشه في الاستثمار
في الطاقات المتجدده، يمكن الدوله غتكون كتستثمر وغادي تربح. نقطه ثانيه. شكرا السيده النائبه، للاسف انتهى الوقت. الكلمه لكم الان سيد، هناك تعقيب اضافي كذلك، تفضلوا السيده النائبه. نطلبوا من الساده التقنيين من اجل اظهار الوقت المتبقي لفريق التجمع الدستوري. تفضلوا السيده النائبه. شكرا السيده الرئيسه. السيد الوزير المحترم، كنعرفوا جميع على ان المغرب منخرط في اهداف التنميه المستدامه، واللي هو اكيد خصو يعمل مجهودات جباره من اجل تحقيق واحد المجموعه ديال الاهداف ديال التنميه المستدامه. وبالتالي كنوجدوا على ان واحد الثروات ديال المغاربه جميعا واللي كيتشاركوا فيها تنهبوا على مرأى ومسمع يعني واحد الجميع. سبقنا وتكلمنا وتكلموا واحد المجموعه النواب على كيف يتم نهب الرمال في مدينه العرائش، وكان واحد المجموعه النواب تصدوا لهذا الموضوع، طرقون هذا الموضوع، ولكنهم جوبهوا بالتهديدات. ثم كذلك اذا تكلمنا عن المطارح فكنتكلم على مدينه طنجه اللي اليوم هي قطب يعني صناعي كبير واللي قوه اقتصاديه مهمه، واللي تكلمنا على المطرح ديالها فكنتفاجئوا على اننا وكيحس في نفسنا على اننا ملي كنمشيو لمدينه طنجه بمجرد الدخول لمدينه طنجه كتنبعث واحد الرائحه كريهه من المطارح ديالها، الشيء الذي كيخلينا كنتسالوا عده تساؤلات، من المسؤول وفين هي الموارد والماديه اللي ترصدت من اجل يعني تهيئه هذه المطارح. ثم كذلك مطرح عماله المضيق الفنيدق اللي هو المركز ديالو موجود بمدينه الفنيدق، اللي هو ترصدت كذلك له مبالغ ماديه مهمه، واللي لحد الساعه الاهداف اللي تعملت من اجل تحقيقها لحد الساعه يعني ما كنشوفوش تحققت هذه الاهداف، خاصه فيما يخص الروسيكلاج وغيرها. نتمنى السيد الوزير على انكم شكرا السيده النائبه، للاسف انتهى الوقت، شكرا لكم. هل هناك من تعقيب اضافي؟ لا تعقيب اضافي، ردكم السيد الوزير. تفضلوا الكلمة لكم. شكرا السادة النواب المحترمين النائبات المحترمات على هذه التعقيبات. أود أن أوضح في البداية، أبدأ بالبيئة. احنا في مؤسسة كنعتذر سيد النائب المحترم، الدور ديالها الرئيسي هو التشريع والمراقبه، والا باش غتمشى البلاد ما عندناش قوانين وما عندناش تشريعات اللي كتكون هي المرجع في حسم اي تدخل كتقوم به الاداره. ولذلك مزيان ندير المعارضه، ولكن لابد الواحد يستحضر المسؤوليه ديال كل مؤسسه، لان البعض قال ما ماشي الهدف هو نجيبوا قوانين، فلا بد خصني قانون باش يمكن لي ندخل في الغابات، باش يمكن لي ندخل في الماء، باش يمكننا ندخلوا في عدد من القطاعات. الامر الثاني وهو عندما نسمع، استاذ راك كنتي معنا في الحكومه، وكنتي في حكومات سابقه، واطلقنا في المرابيج في العهد اللي كنتوا معنا، كنتوا فرحانين جيتوا هنا وكتنوهوا بما انجز، تقول مازال كاين نقص، متفق معك، كاين حتى مشكل. تقول يا ودي راه تاخرنا شي شويه، ما كان حتى شي مشكل. فماشي فقط عيب مجرد ما ينتقل لواحد المعارضه ينسى ما انجزته بلاده في المجال ديال البيئه، وفي المجال ديال الغابات، وفي المجال ديال الماء، وفي المجال ديال الطاقات المتجدده، وفي مجالات متعدده. فانا كنبغي التوازن باش كنبقاو، لان راه كيسمعونا الناس، وخاصه حنا في رمضان الانسان مسؤول على الكلمه ديالو. طبعا المعارضه على الراس والعين، لانه كاين جوج ديال الانواع ديال المراقبه. المراقبه الاولى وهي اللي كتقوم بها الاجهزه، وبالمناسبه القطاع ديال البيئه بكافه المجالات ديالو هو اللي فيه عدد من الاجهزه ديال المراقبه، نظرا لهذا الشيء اللي كتكلموا عليه. راه كتكلموا على اللوبيات ديال المقا ديال الرمال، بحال اللي كاينه اللوبيات ديال السجائر وديال تهريب الاموال والعمله الصعبه وديال فعدد من المجالات، لانه في هذا الشيء في القطاعات كلها كاينه لوبيات متعدده، وكاينه في السياسه، وكاينه في الانتخابات، وكاينه في الجامعات المحليه، كاين في كل شيء. طبعا الدور ديال الدوله ديال الحكومه كدير قوانين وكدير اجهزه. اليوم كاين هذا القطاع هذا فيه سبعه ديال البيئه، فيها سبعه ديال الاجهزه ديال المراقبه. الغابات عندها اجهزه ديالها، الماء عنده الاجهزه ديالو، المقالع الرمال عندها الاجهزه ديالها، كل طبعا تابعه القطاعات. يمكن هذا الشيء كيحتاج الى عدد نظر. القطاع ديال البيئه كاين الشرطه ديال البيئه، القطاع ديال الواحات عندها حتى هي المراقبه ديالها، عدد من عندها عدد هذا القطاع، وكاين المراقبه ديال المنتخبين ديال البرلمانيين. ولذلك ما تحيدوش المسؤوليه من المنتخبين على المستوى المحلي. هذا الشيء اللي كتكلموا عليه ديال تطهير السائل وديال النفايات اصلا هي ديال المنتخبين على المستوى المحلي،
ولكن لما لاحظت الدولة ولاحظت الحكومات المتعاقبة وخاصة الحكومة السابقة وهذه الحكومة أن الجماعات ما عندهاش القدرة باش يمكن لها تقوم، لأنه اليوم كنا كنخلصوا، نعطيكم مثال، كنخلصوا 50 درهم حتى 60 درهم 70 درهم للطن باش نديوه للمطرح. اليوم راه ولا كيطلبوا منا 200 درهم، راه الآن غنوصل 200 درهم 220 درهم 260 درهم. ما كاينش جماعة عندها إمكانية مالية. طبعا هذا كيحتاج لمراجعة التفية اللي كتمشي للجماعات، مراجعة اليوم كاين الآن دراسة من طرف وزارة الداخلية مع الشركاء وخاصة قطاع البيئة، شنو هو النموذج؟ واش هادشي نخليه للجماعات إذا خص إمكانيات إضافية، أو أننا نديرو له شي مؤسسة من نوع آخر لا هي ولا تطهير السائل؟ شكون الجماعة الآن اللي قادة تخلص بما فيها لي جيستيونير ديليغي اللي قادين يخلصوا محطة ديال معالجة المياه، ومع ذلك تم ضخ عشرات الملايير ديال الدراهم باش جميع المدن ديالنا تكون فيها محطة ديال معالجة المياه العادمة اللي كتوصل بعض المرات إلى مليار ديال الدرهم. كاين المحطة اللي كتوصل مليار ديال الدرهم، واليوم جميع المدن الكبرى غدا في هالاتجاه، وغنمروا إلى المدن المتوسطة وغنمشيو للمدن الصغرى ريتما نذهبوا إن شاء الله يعني إلى العالم القروي. هذا كيحتاج إلى استثمارات مهمة ومهمة كبيرة جدا، ولذلك أنا كنعتقد نموذج الحكامة راه الآن كاين دراسة قائمة باش يمكن لينا نرجعوا. الأمر الآخر كتكلا على الاستثمارات، اليوم البلاد ديالنا من اكثر البلدان المتشدده في الاستثمارات، لدرجه ان الناس اللي يحتجوا كيقولوا واش بغيتوا ديروا التنميه ولا بغيتوا تحافظوا على البيئه، خص يكون شي توازن. فاحنا مشينا في التوازن، جبنا لكم القانون ديال التقييم البيئي اللي صادقتم عليه بالاجماع لا في الغرفه الاولى والغرفه الثانيه، واللي كيقول يا ودي نمشيو في التنميه، بغينا الصناعه، بغينا الفلاحه، بغينا الطاقه، بغينا المعادن، بغينا البنيه التحتيه، بغينا المرافق الاجتماعيه، ولكن مع مراعاه البيئه. لاول مره من الدول القلائل لأدخلنا التقييم البيئي ماشي فقط في المشاريع، راه ما كاينش شي مشروع كيدار بدون تقييم بيئي. انا استغربت الاخت اللي قالت كاين شي مشروع وزاره الفلاحه دون مراعاه البيئه، ما اظن لانه المشاريع كلها راه محدده، كاينه اللائحه ديال جميع المشاريع التي تخضع الى التقييم البيئي. اليوم انتقلنا ماشي فقط الى المشاريع، بمعنى اللي بغى يدير وزين، اللي بغى يدير واحد المدينه جديده، بغى يدير منطقه سياحيه، بغى يدير شي مرفق، هذا كله يخضع الى التقييم البيئي، وفيه لجان، وكثير من المشاريع رفضت. قبل اعتقد بضعه ايام قدم السيد وزير الداخليه في اللجنه ديال الاستثمارات الحصيله ديال المراكز الجهويه للاستثمار عدد عشرات وعشرات المشاريع مهمه بالملايير ديال الدراهم بالاف ديال فرص الشغل رفضت بسبب رفضها من خلال عدم المصادقه على التقييم البيئي. باش نقول لكم بانه ماشيين في التنميه، ولكن كنراعيو كما قلتم على الاجيال المقبله وعلى الوسط فين كيعيش المواطن. فانا ما كنظنش غيكون هذا الاشكال، واذا كان كنقول لكم مره اخرى الدور ديالنا حنايا وخلق قطاعات اخرى. اننا ملي كتجي عندنا الشكايه، جات عندنا واحد الشكايه الان الناس كيبنيو في الساحل في النواحي ديال اسفي، وجات عندنا شكايات كثيره بما فيها الشكايه اللي تقدمت بها السيده النائبه المحترمه، وجاتنا شكايات كنمشيو كنديروا لجنه، كنديروا التقرير، نرفعه الى المؤسسات اللي كيتتخذ القرار. احيانا يتعلق الامر بقطاع ما، طبعا اذا لم يتخذوا القرار كنعاودوا، مثلا مثل ما وقع في قضيه ابي رقراق، ورفعنا تقرير، خرج المختبر اللي هو من اهم المختبرات، ودرنا تقرير كنقول هذا الشيء كيجي من المياه العادمه ديال بعض المساكن اللي ما مربوطاش بالتطهير السائل اللي تخصها الزاما تربط بالتطهير السائل، وجاء طبعا من ليكسيفيا اللي موجود على مستوى يعني ام عزه اللي الان دار له برنامج ديال المعالجه ديالو. بالمناسبه ليكسيفيا اليوم من اهم ما يهدد يعني البلاد ديالنا، درنا حصر ديال جوج ديال التهديدات. التهديد الاول هو ليكسيفيا، وصلنا لشي واحد العدد ديال المحطات، والان اقترحنا باش يدار له برنامج خاص للجماعات، ما عندهاش الامكانيات لان كلفه اضافيه. اليوم ليكسيفيا الساده الرؤساء راه معنا هنا، كلفه اضافيه اللي بغينا نعالجوها، بغينا نخليوه هكاك الا صبت عليه الشتاء، وصبت الشتاء في واحد ربع ساعه باش ننتبهوا، ملي كدير ليكسيفيا وكدوز من باسان لباسان، ولا صبت لك الشتاء في واحد 10 ديال الدقائق كيطلع النيفو اكثر من الباسان، فسكيفي كيولي كيسيح على المحيط ديالو. ووقع الحمد لله لم يصل الى الدرجه ان مات فيه يعني الاسماك، ولكن هذا تهديد حقيقي لليكسيفيا. التهديد الثاني ماشي هي المطارح ديال المدن، اليوم جميع المدن كنوقعوا معاها، بالمناسبه راه هادشي كنقوموا به في اطار شراكه. اليوم التهديد هي المطارح العشوائيه، فدرنا لا كارتوغرافي، احصينا جميع المطارح العشوائيه اللي كاينه في العالم القروي بجنب الاسواق اللي موجوده في الغابات، وغنقدموا لها برنامج ان شاء الله مع وزاره الماليه ووزاره الداخليه، لان هذه ما عند حتى شي واحد، يمكن الاخرى عند المدن، ومن خلال يعني التدافع والترافع اللي كيقوموا بها المدن. اليوم راه نقول لكم راه واحد النضال كيقوموا به رؤساء الجماعات، من رؤساء الجماعات القرويه الى رؤساء ديال المدن الكبرى، باش يمكن لهم يعالجوا هذه الاشكاليات ديال النفايات ديال التطهير السائل. باغي نقول واحد العنوان ديال التزام ديال المغرب، هاد القوانين اللي قلناها، هاد الاجهزه ديال المراقبه، هاد واحد العدد ديال العقوبات، شنو اللي حاصل اليوم في البيئه؟ ملي كنلقاو شي واحد تيدير شي مخالفه
ما كنقدوش نحكموا عليه بحال قانون السير. قانون السير فيه دي بيناليتي ترانزاكسيونيل، كيحصلوا تيخصو يخلص هذيك الساعه، كترفعها الى القضاء، وهذاك الشيء القضاء راكم نتوما عارفين مجهود جبار لمعالجه الملفات، فطبعا كتراكم هذه الملفات راه ما يحكموا على المخالف. اليوم بغينا نبدلوا في القانون تولي بحال قانون السير، لقينا وزين كيدير انبعاثات طبق عليه حينا يخلص بحال اللي كيخلص هذاك مول السيارة. الان راه كنفكروا في هذه القضيه هذه، وربما هذه قد تساعد على معالجه هذا عنوان ديال الالتزام ديال المغرب. الاخوان والاخوات النواب المحترمين مشاو للوسيبي، داروا زياره ديال لوسيبي وشافوا التحول الكبير لاكبر اقتصاد عندنا في الثروات الطبيعيه كيف تحول الان الى اقتصاد ديال التنميه المستدامه، معالجه المياه العادمه، النفايات، في استعمال الطاقات المتجدده، في استعمال اللوجيستيك اللي هو نظيف، في التنميه على مستوى المجال. نبغي هذاك التقرير ان كان بالامكان ان يوزع على الساده النواب، بمعنى هذا واحد التحول. اليوم عندنا التحول في الميدان ديال الكهرباء، اليوم غادي في التحول في ميدان ديال النقل العمومي، مثلا السكك الحديديه كلها غادي في الاتجاه ديال الكهرباء ديالها وديال الاستعمال، غادي في واحد العدد ديال التحولات، بمعنى ان الدوله ملتزمه، الاداره كتحاول تعطي المثال، وكنحاولوا نعموا هذا الشيء حتى في المناطق الصناعيه. الان اليوم قلت لكم وقعنا مع وزير الصناعه، والان عندي معاه اجتماع تزويد جميع الصناعات بالطاقات النظيفه، اما طاقات متجدده او نبدلوا الفيول بالغاز. الان عندنا اجتماع مع الساعه الثالثه باش نشوفوا منين يمكن نوفروا الغاز يعني للصناعه الوطنيه، واشتغلنا اكثر من ذلك، مشينا للمرافق الاجتماعيه لان كان سؤال على النجاعه الطاقيه، مشينا للمساجد، مشينا للمدارس، مشينا للمرافق الرياضيه، وقعنا مع وزاره ديال مشينا للبنايات، الان مع العمران كنشتغلوا معها باش انها دير حتى البنايات ديالها مستدامه. فاذا كاين واحد الديناميه، لكن هذه الديناميه اولا يعني كتفرض على ما هو جديد ان يكون مستدام، ولكن خصك تعالج عقود من الزمن. كنديروا مع الوزينات اللي عندها عقود من الزمن، فكنديروا لها المواكبه من خلال افتحاص الطاقي، من خلال يعني العمليه ديال التاهيل ديال القطاع، يعني القطاع الصناعي اللي كتقوم به وزاره الصناعه، ونحن معهم في ذلك. فيما يتعلق بالغابات يجب ان نفخر على ان المغرب نجح نسبيا في معالجه هذا الموضوع، ولكن هذا تحدي. المغرب كيحتل المرتبه الثانيه فيما يتعلق بالبيوديفيرسيتي، المرتبه الثانيه البحر المتوسط، افتقدنا غابه الارز اللي تكلمتوا عليها فعلا وقع فيها واحد. الان كاين واحد التحول، غابه المغرب المخطط الجديد هو انه عشرات الالاف غتزرع سنويا، غنعاودوا نحيوا هذه المنظومه. عندنا وكاله ديال الواحات الان اللي كتشتغل على حمايه الواحات، عندنا الان الوكاله الجديده ديال فيما يتعلق القانون الجديد فيما يتعلق بالمناطق الرطبه والمحميات، فهذه ستون ديناميك فيها القوانين، فيها المؤسسات، فيها البرامج، فيها الشراكات، وفيها الحمد لله إنجازات، ولكن مازال لأنه مادام كاين حياة كاين النفايات، مادام كاين حياة الإنسان كاين الإنسان اللي ملتزم والإنسان اللي ما ملتزمش، كاين الإنسان الصالح والإنسان غير الصالح، كذلك في البيئة، كاين اللي كيحترم البيئة وهناك من لا يحترم البيئة، ولذلك هذا الشيء. الوالدية كان فيها استثمار مهم اللي جبدوا الوالدية، أنا كنت في وزارة التجهيز ومن الناس اللي ساهموا، وشرفني صاحب الجلالة لأنه مشى عطى ليها الانطلاقة ودرنا فيها استثمار مهم، واستثمرت في واحد العدد ديال لي لاغون، مرشيكا راه تحول كبير في مرشيكا، بورقراك تحول كبير، ومشينا كتحصى جميع هذه المناطق باش يمكن لها أن تتحول، أولاً أن تحمى، وثانياً أن تتحول إلى ثروة حقيقية سياحية واقتصادية وبيئية وصحية يعني بالنسبة للمواطنين. فيما يتعلق بالطاقات، يعني يمكن لي نقول لكم اليوم انتقلنا من الشركات الكبرى، عندنا 40 شركه كبرى اللي كتصنف الطاقات المتجدده منها خمسه مغربيه، انتقلنا الان الى الشركات الصغرى المتوسطه، وفرنا لهم 400 ميجا وات، درنا طلب عروض في دوجنبير، ونتمنى ان شاء الله قبل الصيف انها تعرف الشركات المغربيه الصغرى والمتوسطه. فيما يتعلق بالانتاج الذاتي درنا قانون، لقينا بان هذه حريه الطاقيه، المواطن بغى ينتج الكهرباء ديالو، فبغينا نديروا يعني واحد التوازن بين الانتاج الذاتي وما يوفره المكتب الوطني، ودابا درنا قانون اش من مستوى غيوصل المواطن او الصناعي باش يدير، مع العلم انه الصناعي الان راه مشاو تقريبا راه وصلوا 2 مليار ديال الدرهم ديال الاستثمارات في الطاقات المتجدده في مجال الفلاحه. هذا ما صار، نزلنا من التيفيا، وقع واحد الغلط في قانون الماليه راه كيتعالج، والان اخر لقاء دار مع وزاره الماليه مع وزاره الصناعه وزاره الفلاحه باش نبداو بالبرنامج الاول التنزيلي ديال الطاقات المتجدده في المجال ديال الفلاحه، اللي وغناخذوا من لا كومبونساسيون، هذاك الشيء اللي كيمشي للغاز غادي يمشي للطاقات المتجدده. الان بغينا نمشيو بغينا نبداو هذه التجربه، وكنبغي نقنوا، ما بغيناش الان نطبقوا القانون اللي هو حازم انه لا يجوز استعمال الغاز يعني في غير محلي، ولكن قلنا نواكبوا الفلاحه مادام الحمد لله 10% ديال الضيعات الفلاحيه الان ولات كتستعمل الطاقات المتجدده، تبين لهم ان الكلفه ديال الطاقات المتجدده منخفضه 40% على الغاز اللي هو مدعوم، الغاز مدعوم ومع ذلك الطاقات المتجدده الكهرباء ديالها اقل كلفه ب 40%، فحنا شغالين مع القطاعات الوزاريه، ولكن هذا واحد التدافع راه ماشي ساهل، من خلالكم، من خلال اللي كتقوم به الوزارات، من خلال الاقناع، من خلال يعني وتفاهمنا مع وسائل الاعلام،
كل مره يزوروا وزين، كل مره يزوروا ضيعه، كل مره يزوروا مدرسه، باش يعطيو النموذج للمغاربه على ان الطاقات المتجدده هي افضل من الغاز الطبيعي وافضل من الكهرباء العاديه. فيما يتعلق بالمحروقات، هذا اخر المحروقات، طبعا هذاك الشيء اللي جبتوه في اللجنه ديال التقصي او المهام اللي قمت بها، يعني لا انا اللي هو ملتزم به القطاع ديال الطاقه قمنا به، قلت لنا التخزين وصلنا 4 مليار ديال الدرهم في المجال الاستثمار ديال التخزين، اليوم التخزين، والان هذا العام قررنا نطبقوا لي بينالتي على الشركات اللي ما كتوفر 60 يوم، خدينا القرار، قلت لنا اسيدي فتحوا مجال المنافسه، اليوم اكثر من 10 شركات جديده دخلت لي القطاع، قلت لنا الجوده وتتبع المسار، درنا طلب عروض، الان عندنا جوج شركات دوليه غنختاروا منها وحده اللي غدير لنا التتبع ديال المسار ديال المحروقات، عدد من الامور من الاجراءات اللي اعطيتها. بقى لنا هذه القضيه ديال الاثمنه، كنتمنى ان شاء الله ننجحوا في هذه القضيه ديال التسقيف، الان وزير الماليه يشتغلوا عليها، يشتغلوا اولا على الغاز. اليوم بالمناسبه ولينا المنظومه ديال الفاتوره ديال الغاز ما بقاش مرتبطه باوروبا، مرتبطه حتى بامريكا لانها ولات مصدر، وما دام مرتبطه بامريكا تاثر شي شويه على الكلفه ديال الغاز، في انتظار ان شاء الله ان ننتقل الى المحروقات، ولكن التنافس بغيت نقول لكم دولتنا الحمد لله ماشي. شكرا السيد الوزير. هناك انجازات، هناك اخفاق،